صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورع مرسوم رقم 65 لسنة 2022 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يعين العميد عبد العزيز عبد الرحمن الدوسري عضوا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل خلفا للسيد عبد الرحمن صالح سنان وتكون مده عضويته لنهايه مده المجلس الحالي